جزء من اللي انا بتكلم فيه ده هتلاقيه تم عرضه الحقيقه داخل منتدى شباب العالم اللي انا اتشرفت بحضوره في نسخته الرابعه. منتدى شباب العالم ده تجربه جميله جدا ورائعه جدا. الواحد شافها عن كثب وبص واتفرج وتابع ودقق الملاحظه، وشفنا ازاي في عندك ولاد وبنات من مصر، من كل حته في مصر بالمناسبه، ولا يجمعهم انتماء فكري واحد، ولا تجمعهم ايديولوجيا واحده، ولا تجمعهم اراء سياسيه واحده، ولا تجمعهم منطلقات في التفكير الاقتصادي واحده خالص. كل واحد هو وطريقته وهو ودماغه وهو وطريقه تفكيره زي ما هو عاوز. ادي واحد. هل بس من مصر؟ لا، ومن العالم. شفنا شبان من امريكا، شفنا شبان او من الامريكتين، يعني مش هقول لك بقى من امريكا، يعني الولايات المتحده الامريكيه، من الامريكتين. شفنا شبان من اوروبا، شفنا شبان طبعا من افريقيا، شفنا شبان من قاره اسيا، شفنا شبان من استراليا، شفنا الناس من كل حته. خلونا ناخد معانا على التليفون سياده النائب حسام الخولي، رئيس الهيئه البرلمانيه لحزب مستقبل وطن بمجلس شيوخ. اهلا 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 بيك يا باشمهندس. اهلا بيك. ازي حضرتك؟ كله تمام؟ كله تمام الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. سياده النائب، حضرتك كنت حاضر لهذا المنتدى وتابعته، وانا عارف بحكم صداقتنا اللي انا بتشرف بيها وبفخر بيها دايما انك رجل تدقق في كافه التفاصيل. كيف رايت منتدى شباب العالم في نسخته الرابعه يا فندم؟ اولا الصداقه شرف ليا. منتدى العالم، شباب العالم، اول ملاحظه ما فيش بلد تقدر تعمل هذا المؤتمر او هذا المنتدى بهذا العدد، بهذا التنوع من الدول الغير عادية المشاركة من الشباب. إذا ما تبقى دولة كبيرة، وكبيرة هنا يعني منظمة عارفة بتعمل إيه في ظل الكورونا بالذات، يعني مش أي دولة تقدر تعمل كده مهما كانت إمكانياتها. مش بتكلم عن إمكانيات مالية قد إمكانيات تنظيمية، إمكانيات فكرية، كل حاجة محسوبة، كل حاجة مدققة، وإلا ما تقدرش تضع هذه الاعداد من العالم المختلف. وكان اغلب الشباب العالم ما كانش هيجي لو هم مش واثقين في مصر. وبالتالي المنتدى شيء رائع، لانه بيجمع شباب كتير قوي من العالم المختلف، بيجمع معاهم خبرات من العالم. القصه مش زي في التلفزيون افتتاح وختام، لا، ده محاضرات ومنتديات غير عادية. صحيح. قمة في التدقيق فيها وقمة في الثقافة للشاب والغير شاب، يعني بتكلم عن العموم، ولكن للشباب عموما أما بيقعدوا مع بعض وبيقعدوا ياخدوا هذه المعلومات وبيناقشوا اللي بيدوا المعلومات دي ذات الخبرات في كل المجالات، بحاجة أكثر من رائعة بتطلع في الآخر بنتائج عظيمة أوي. بتطلع بسفراء، بمعنى سفراء لك في العالم كله، وسفراء شباب، والشباب له في العالم اللي هو الإيه، السوشيال ميديا بتاعته والحركة بتاعته، فبيبقى الانتشار كبير أوي. في فرق كبير أوي بين إنك تعمل حبة إعلانات في قناة مثلا بره عشان تقول أدي مصر، وفي فرق ان الشباب ده يجي ويحضر ويشوف، ويشوف انت بقيت ايه، ويشوف تفكيرك ازاي، ويشوف تفكير القياده السياسيه بتاعتك وتفكير شبابك الناضج والتجارب الناجحه اللي في العالم للشباب. بتدي الشباب حافز اما شباب مصر بيشوفوا التجارب الشباب الناجحه في العالم قدهم وفي سنهم وما فيش فرق، والعكس صحيح. اما شباب العالم بيشوف الشباب المصري النماذج الناجحه وهي بتحكي تجارب نجاحها، بيعرفش ان احنا بلد ماشيه ازاي في التقدم. الحاجه برضو طبعا اللي كنت بدات فيها جدا سياده الرئيس لما كان بيتكلم في اي موضوع، وخاصه حتى في المواضيع دي، ان ما كناش، انا نفسي كسياسي يعني كنت ببقى مستغرب شويه من السؤال والرد المقنع الواقعي. يعني ايه رد مقنع واقعي في اكتر الاسئله اللي بيقال او بيقال عليها حساسه؟
يعني احنا عندنا كمصريين كده يقول لك ايه السؤال ده يبقى حساس او الموضوع ده حساس. ايوه الفتح ولا كل المواضيع كلها الحساسه. يعني انا الحقيقه سياده الرئيس كان بيرد على العمل المدني والمظاهرات وكان بيقول يلا يعني هاتولي بس الفلوس وانا اخلي الناس تعمل كل حاجه بس الناس اللي بتنزل دي في الاخر هترجع تاكل وتشرب. ورد منطقي طبيعي واقعي جدا. المتلقي لازم يقف قدامه ويفهم احنا بنبني بلدنا ازاي ويفهم ان اي خبر حتى غلط على البلد بره فعلا مش بيوقفنا لان في قطر ماشي في حاجه ماشيه وماشيه في سكه سليمه. فالحقيقه يعني بغض النظر عن السياسه انا كمصري ببقى فخور جدا 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 وانا شايف وشايف عظمه وشايف عظمه افتتاح وعظمه ختام وتنظيم غير عادي في المحاضرات او السيشن اللي موجوده حاجه تفرح الحقيقه وبتبين ان احنا بجد بلد عارفه بتعمل ايه وبلد قويه زي ما قلت منظمه فاهمه دورها وفاهمه اي موضوع بتدخله بيبقى على ارقى مستوى في العالم. الحقيقه برضو سياده النائب عايز اخد رايك في حاجه ده تعقيبا او استكمالا لجمله حضرتك قلتها مساله الاسئله التي تحمل احيانا حساسيه من وجهه نظر البعض. فالام يو ان او في الموديل بتاع اليونايتد نيشنز وتحديدا في مجلس حقوق الانسان وايضا في اللقاء اللي حصل ما بين الرئيس وما بين الصحفيين والمراسلين الاجانب كان هناك اكثر من عرض واكثر من سؤال قد يظن الظان انه لازم يتعمل لهم حظر او انه فلتحذف هذه المشاهد ومقاطع الفيديو او انه فليسكت احد هذا السائل او فليسكت احد هذا الشخص الذي يتحدث. لكن ما حصلش. كل واحد عرض وجهات نظره زي ما هو شايفها. ده في الموديل بتاع اليو ان الصحفيين سألوا الأسئلة بتاعتهم الرئيس جاوب على الأسئلة بمنتهى الهدوء والأريحية. هو ده اللي انا كنت بقول لحضرتك عليه. ردود الرئيس في الاسئله اللي ما يقال عليها والحقيقه دي ثقه في من الرئيس في شعبه وثقه في بلده ان احنا رايحين في هذا الاتجاه. عشان كده كانت ردوده المنطقيه الثالثه الحقيقه ثالثه جدا يعني هو من كتر ثلاثه المنطق يعني ايه لحد ما احنا قعدنا في السياسه كتير والسياسه علمتنا طب ارد ازاي طب اقف ازاي. لا 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 ده حاجه اعلى ما حد يتخيل في ردود لانها واقعيه جدا وبتدخل في الصميم. يعني السيد الرئيس ما كانش بياخد في هذه الاسئله حتى جزء من الثانيه عشان يقول هيرد في اي اتجاه. لا 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 صحيح واقعي صريح. يعني ايه ادي الواقع بتاعنا ادي اللي هنعمله تحبوا انتوا ايه يعني انتوا تحبوا ايه في هذا الواقع احنا بنعمل كده. هل اللي بنعمله غلط؟ ما حدش يقدر يقول انه غلط. زي ما قلنا حضرتك حتى في السؤال اللي كان بيطرح حتى على حوض الانسان حتى كان كل الاجابات قمه بصراحه. صراحه ووضوح واقعيه وعمليه. صحيح 100%. أنا بشكرك جدا 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 سيادة النائب. كل الشكر سيادة النائب حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ.